شوفي شوفي. واو جولري، انا فكرتك بس بتقتلني لوحات، طلعت بتحب المجوهرات كمان. مش اي مجوهرات، انا بحب الحاجات القديمة، مجوهرات الملكية. مبين. بس اهم بيس مش في دول. بعد عندك شيء اهم من هيك؟ تحب تتفرج عليها؟ انه ايه ليش لا؟ نايس. اتس ماتشينج. أول مرة بشوف مجوهرات قديمة. 250 سنة. واو شو هيدا؟ It's a royal ring. عمره حوالي 230 سنة. واحدة إمبراطورة كانت اسمها ماريا تيريزيا قدمت الخاتم ده لجدة أمي لغاية لما وصل لأمي. للأسف هي ما كانتش تعرف تخلف بنات، ف طلبت مني ان في يوم من الايام الخاتم ده يروح للبنت اللي انا هتجوزها واللي هتبقى ام عيالي. ممكن اقدم لك هديه امي؟ للاسف لا. ليه يا سلمى؟ عمر انا ما بستاهل هذا الحب اللي جواتك. يمكن في كتير بنات بيتمنوا هيك لحظة، اكيد انا منهم كمان، بس ما رح اقدر اقبل العرض تبعك. ليه؟ لانه انا ما عم فكر بالزواج، ما بدي اتزوج. إذا مرة تانية فتحت معي هذا الموضوع رح اختفي من حياتك وما رح ارجع. بليز تفضل.
تعرفي ايه عن كركو؟ كل حاجة. منين؟ من خزنتك. هي وصلت بيكي ان انت فتحتي خزنة بيتي؟ احتياطات. احتياطات بنعملها مع كل عميل في كل عملية عشان يعني لو فكر يبلغ مثلا. طيب ما خدتيش الخاتم ليه؟ عشان انا مش حرامية يا عمر. ايه النوبل ده؟ انا كان ممكن اخد الخاتم لما انت قدمته لي بنفسك، فاكر؟ بس انا ما بسرقش احلام حد. عمر كنت فين؟ عامله ايه يا ساره؟ طب تعالى معلش. تعالى. معاكي دعوة؟ تبع مراد بيه. بقول لك معاكي دعوة؟ نزل ايدك يا عم وانا جاي ابي بلايا عليكوا. طبعا. ايه ده؟ سمعت ولا ترابيزك كبسة على مخك مخليه سمعك تقيل؟ خف على الجرح ده مش حلو. طالما مش قد بيعصبني ليه؟ ملعون ابو اللي زعلك يا لؤي. هي حصلت للدرجة دي؟ لؤي اعرفك الدكتورة صفينا الزهير حرام لمصون اللي ان شاء الله هتبقى وزيره في خلال ايام قليل. اهلا اهلا يا دكتوره. انت عارفه انك بترمرم بس ما تخيلتش توصل للرخص ده. سيبك منها تعالي. يا عمر بصيني ايه؟ انا ما حكيتلكش عن الطريق التاني. كان اسباني وكان بيرقص علمني الرقص. كنا مبسوطين. كنا مبسوطين. لحد ما الدكتورة بقى صفيناز مشيت. طبعا عايزني راح فين؟